السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوار خالد، تابعني جيدا لاسترجاع عملية حسابك القرية المفقودة المسروقة، يعني أضرب لهنا الإعدادات. أروح المساعدة والدعم، مساعدة والدعم. عندي الانترنت شوي ضعيفة. حساب المفقود، استرادة حسابك المفقود. انت ذوك الحساب المفقود عندك دايره بالجيميل او بهذا الهم هذا او بالجيميل. انت اذا كان هو رايح لك بالهم هذا عبز لهنا وقرا. اذا كان واحد يستعمل في حسابك كاين، تبع برك الارشادات وتفضل العب باستخدام عدة حسابات بحال لعبة عندك وداير معها حسابات بزاف. استرادة هذا الحساب، القرية تاعك بهذا الحساب، هاي ايوه طريقة المشاركة، حفظ على حسابك، مساعدة في ادخال الرمز والتحقيق، استرادة الحساب. نرجع من فوق، فقدت حسابي، استرادة الحساب. إلا راك داير بهذه تعبز لهنا، فقدت حسابك تعبز لهنا. دوك نعبز لهنا يا فقدت حسابي. هناك شخص آخر يلعب بحسابي، اقرأ مليح جيدا، اقرأ مليح، اكتب عبز على هذه. إلا راه واحد سرق الحساب تاعك العب لهنا، ولا ما يصلكش الرمز تعبز لهنا او ترجع الارشادات من الاول، ترجع من الاول الحساب تاعك من الاول هكذا، ترجع باللي موش يجيني، موش يجيني الرمز البريد. نرجع وين كنا، ايوه هناك شخص اخر يلعب حسابي. ودي فيه تاع نشرب فيه، تعبز كما قلت لك فقدت حسابي. فقدت حسابي، انظر انظر ماذا يفعل. فقدت حسابي، ركز جيدا معي. هناك شخص اخر يلعب بحسابي، تعبز لهنايا الى راه مسروقك الحساب. اوكي هناك شخص اخر يلعب بحسابي، بعدها وراه دايخ دايخ او قلق، يا قلقانين كي راه واحد سرق الحساب تاعك. ها بطاقة تعريف، اقرا وتعرف. ايوا صح، او قالك هنا لو كان تخطا تفقد الحساب القريه تاعك. ملاحظه تخالف مشاركات حسابات بين اللاعبين، شروط الخدمه خاصه بنا كيف كذا وكذا الى اخره. ها الحسابات المشتركه او رفض تقديم خدمات لها حسب تقدير خاص. كيف احمي حسابي، فقدت حسابي او راحي. استرادة حساب، هناك شخص اخر يلعب بحسابي. بعد كي تعبز فقدت حسابي وكذا وما الى اخره، اضغط اتصل بنا. وانت عبز ارسلنا، لا تكتب، لا تعمل فقدت حيا، لا تعمل حساب مفقود، اعمل ارسلنا. ارسلنا هكا تهضر مع مباشره مع الصديق، كما انا امس كما رجعت قريتي. انظروا انظروا ماذا يطلب منكم. هذا المساعد تاع الفريق تاع كلاشينكوف كلانس. مرحبا مرحبا، يمكنك مساعدتك، نورمال جيد، عاد تبع خطوات فقط.
هي طلب البيانات. طلبت بياناتي، كنت ترغب في الوصول الى معلوماتك، تقرا برك حبس الفيديو وتتبع مليح جيدا معي واش يقول. انك طلبت اطلاع على كل المعلومات المتعلقه بحسابك اللعبه الخاصه بك لجري فحص حال. بعد كي تقول له هكا، ومن بعد واش يقول؟ تقول لدي سؤال شيء اخر، سنقوم باعاده توجيه الى الروبو الدعم الالي الخاص بنا، حيث يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول الاستفسارات المتعلقه باللعبه. الرجاء اختيار احد الخيارات تناسبك. راهي تطلع لك خيارات تطلع لك دروك، نعت لك الخيارات هذه كيفاش تطلع لك. ايوا، استفسار بحساب يرجى تحديد خيار حساب مخترق مقفل. نقوم باقفال الحسابات التي نتواصل اليها ان مشتركين بين الاعداد اللاعبين كذا وكذا. يقفلوك الكلاشينكوف تاعك هذه، ومن بعد تعبز على واحد الكلمات، عبز كما ندير انا. هذو راهم تجيك اوتوماتيكيين، ما تكتبهمش هذا الكتابه وهذه يعني مكتباش انا. اي تطلع لك خيارات دوك تقرا دوك تفهم كيفاش. يمكنك مساعده تقرا هذه، تلقى مكتوبه ما تكتبش تبيدك بكل. متابعه، ومن بعد يقول لك انا توم من قاعدة البناء، يمكنك مساعدتك في استرجاع حسابك دون حاجة إلى مساعدة موظفي الدعم، ولا يمكنك فهم كل شيء كتابته، لذا أرجو منك إجابة فقط بدقة، أعمال أسئلة عنها فقط. السؤال الأول وش يقول لك؟ السؤال الأول بطاقة تعريف اللاعب الخاصة بحسابك المفقود مثل كذا وكذا إلى آخره. يمكنك نسخ بطاقة تعريف اللاعب من ملف الشخص. يمكنك أيضا الوصول إلى الملف الشخصي عبر شاشة العرض القابلة. انا كتبت له حسابي المسروق اسمه كذا وكذا جوكي هكا هكا، قال لي رائع، هو جاوبني رائع، ما اسم القريه المفقوده؟ جوكي للقريه تاعي ذيك، اسم رائع. السؤال هذا السؤال الثاني بعد، ما اسم القريه المفقوده؟ كتبت له هذا، عاود عطاني سؤال واحد اخر، قال لي اسم رائع. سؤال ما هو مستوى قريتك المفقوده؟ قلت له 12 كما كتبتو هذيك 12، قال لي شكرا. سؤال رابع، ما هو اسم القبيلة كنت تنتمي إليها؟ مواصلة الحدباء. من بعده جاوبني المدير، كل شيء جاهز لأن مساعدتك في الحصول إلى حسابك جيدا، رجاء تزويدنا بعنوان بريد إلكتروني ننشأ بكذا وكذا إلى آخره جيدا لحسابك. سيتم إرسال إرشادات استعراض عبر بريد إلكتروني، يرجى تزويد بعنوان بريد إلكتروني لديك من قبل الوصول والتأكيد كذلك وانه غير مستخدم في حساب اخر. عندك بريد الكتروني ماكش خادم به كلاشينكوف اخرى، ولا اللي كنت فاتح بها الاولى مدالو كيما انا كنت فاتح بها الاولى. تفضل اعد ادخال بريد الكتروني نفسه، عاود دخلته اقرا واش كتب لي. عاود ركبت البريد الالكتروني الاول، كتب لي رائع، تم ارسال رساله للبريد الالكتروني تضمن الرسائل الالكترونيه بارشادات حول كيفيه الوصول الى حسابك، لم يتم العثور على اي رساله الكترونيه فابحث عنها في البريد العشوائي. كذلك يمكنك قراءة الرسائل الإلكترونية، إغلاق النافذة المحادثة لتسجيل الدخول. إذا كنت بحاجة للمساعدة فحدد خيار أدنى. قلت له إنها المكالمة صاي، هل تتمكن من مساعدة اليوم؟ نعم. مدة رضاك عن الدعم؟ قلت له راضي. كيف يمكنك تحسين الدعم؟ جاوبته. درك أنا وش نحب درك أنت أكيد كيفاش تتواصل معهم؟ تكتب استخدام نظرة او تقديم معلومات احتاج اليها او تحسين على حسب التو وش يطلع لك. انا دوكا خصاي كي رجعت ما طلعليش معلومات عن قريتي او اي شيء، او تطلع لك خيارات لهنايا وانت خير تقديم معلومات احتاج اليها تعبز. دوكا يهضر معايا توم، هذا بعد هذا توم يهضر معايا. دوكا نكتب واش نكتب تسهيل تحديد الى شخص ما، لا اختيار موضعي اسهل، مقالات مساعدة أكثر. يعني وش ندير وش نختار باش يهضر معايا بعد استخدام هيا نعبزو هذا. أوكي يهضر معايا. ها إذا كنت ترغب في ذلك يرجى كتابة المزيد من التعليقات لنا. نكتب تخطي الانترنت عندي ضعيف. ها صاي شكرا لك للتعليقات، محادثة من جديد، عاود نكتب. ها مرحبا يا ايوا دوكا كي يروح لك حساب تاعك القريه تاعك تروح كانك دخلها بجيميل، دير استفسار الحساب لكن دخلها بهذا، لماذا اكتب هكا
يرجى تحديد الخيار مفقود، الغاء الاشتراك، الرجوع. انت واش دير؟ الا كان القريه تاعك مفقوده ابعاز مفقود. اسمع فيها يا نور يا خالد، سهله مهله ما بدون ها. اذا كان حسابك مفقود مرتبطا بكذا وكذا وكذا الى اخره، اذا لم يفتح هذا فالرجاء المتابعه. انت عاود دير متابعه، ما تكتبش انهاء المحادثه، اكتب متابعه باش يجاوبك يقول ما هو اسم القريه، ما هي ذيك، مرحبا انا توم كذا وكذا الى اخره. ها السؤال الاول ما هو بطاقه، كما حكيت لكم لهنايا ما تكتبش بيدك، تطلع لك غير الكتابه هذيك ودوكا تبغي تكتب كيما نقولوا ما هو قالك توم واجي ما يمكنك مساعدتك باش ترجع حسابك هكذا. لا يمكن. السؤال الاول بطاقه التعريف الوطني واش نديروا حنايا؟ نكتبوا مثال الكتابه تاعو هذه. ها بي سي ابي سي 1 2 3 4 سي بون، ونكتب هكاك ونبعث نشوفوا. سؤال رائع، ما اسم القريه المفقوده؟ فهمت درك اخاوتي كيفاش؟ هذا ما تكتب غير هذا هنا برك الاسم القريه وما اسم قريتك، ما اسم القبيله اللي كنت تنتمي اليها، تكتب له ومن بعد صاي ورجع له بريد الكتروني كما نعت لكم انا هنايا، هو صاي ترجع قريتك بسهوله. ها ادخل عنوان بريد الكتروني نفسه. ها واش يقول؟ ما هو ما عنوان البريد الالكتروني الذي كنت تستخدمه للتسجيل؟ عاود لازم لك تدير القريه تاعك اللي كنت فاتح بها البريد الالكتروني الجيميل تعاود تكتبه، لازم ما تكونش مدخله بقريه اخرى. هيا السلام عليكم.